حقيقة الرحلة دي هي مشوار طويل جدا ما سهل، يعني ده على الأقل 8 ساعات بتاعت حركة بيتخللها، بعد ذاك الساعات بتاعت العمل. في إنك لازم تصل الناس دي وتقدم لهم الخدمة اللي هم بيحتاجوا ليها. بعد ما وصلنا طوالي، كل قسم من الأقسام بيبدأ طوالي يجهز في الموقع حقه بتاع برضو الطفل ده يتعرض لعض بتاعت كلب. الشغل في منطقة جبل مون بصراحة المناطق الصعبة جدا في إنه الناس يقدروا يقدموا فيها خدمة، لكن ده ما بوقف الناس لأنه في حوجة هناك، أينما وجدت الحوجة إحنا كدورنا إننا لازم نصل للناس دي ونقدم لهم الخدمة المطلوبة.